تداعيات وصول إعصار ساجار إلى العاصمة المؤقتة عدن وما شهدته بعض سواحل المحافظة من ارتفاع أمواج البحر وما سببته الأمطار الخفيفة من أضرار على بعض المباني والتي لا زالت تهطل على عدن حتى هذه اللحظة. إلى التفاصيل. في يومها الأول على إعصار ساجار تشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة من الترقب والانتظار بعد يوم من الأمطار الخفيفة تصاحبها حركة ارتفاع أمواج البحر كغير عادته في هذا الوقت. كاميرا قناة عدن الفضائية تجولت بعدد من الأحياء واستطلعت آراء عدد من المواطنين عن ما خلفه اليوم الأول من أضرار في بعض المباني والعمارات السكنية، وزارت عمارة شمسان في الشارع الرئيسي بعد انهيار جزء من العمارة التي انقضى عمرها الافتراضي ومهددة بالسقوط في أي وقت. أنا بيتي أمام هذه العمارة، وهذه العمارة كان فيها شرخ كبير، وقد نزل المحافظ والمأمور ومسؤول البلدية ومسؤول التربية ومدير الشرطة، وطبعا حتى أصحاب العمارة شعروا أن العمارة في خطر، ولذا الكثير منهم نزح من العمارة بسبب الأمطار والرياح اللي حدثت محافظة عدن باليوم اللي فاتت. هذه عمارة شمسان من أقدم العمائر داخل المعلة، وسبب أمس الريح والأمطار سقوط جدار المطبخ لهذه العمارة. مطالب يعني السلطات المحلية والحكومة يعني بعمل حل لهذه العمارة والعديد من العمائر داخل المعلة. في شوارع مديرية محافظة عدن وجدنا حركة الناس وحركة المواطنين طبيعية وسط انتشار لرجال المرور وتأهب أمني وطبي لمواجهة أي تداعيات تحصل للإعصار الذي تشهده عدد من المحافظات. هذه العاصفة تم الاستعداد لها من قبل إدارة الأمن وإدارة مرور محمد محافظة عدن ومركز شرطة خور المكسر، وتم استدعانا مش اليوم من أمس نحن 24 ساعة احنا مرابطين في الإدارة مستعدين لأي شيء موجود بخصوص السيارات أو ذا أو أي شيء آخر. إلى جانب مخاوف الناس من الساعات القادمة لإعصار ساجار، فقد شهدت سواحل مدينة عدن توافد كثير من الأسر للاستمتاع بهذه الأجواء التي تعيشها المدينة والتقاط الصور التذكارية رغم ما يشاهد من ارتفاع غير طبيعي لأمواج البحر في ساحل أبين بمديرية خور مكسر وعدد من السواحل في المحافظة. الحمد لله الأمور بخير والجو جميل جدا، وما طلعش أي فيضان من البحر، فطلعنا نشوف وضع الوضع، وبنفس الوقت يعني كانت في 38 أمواج أو البحر كان المد حقه أكثر من هذا، وكان الناس طبيعي معتادين عليه، ولكن في هذه الأيام كثر التهويل مع الإعلام موجود مع وسائل التواصل الاجتماعي هذه الحديثة، حتى الناس صار من الرعب وصار من الخوف. احنا باليوم جينا نسبح اليوم على مواج ما سبحناش. جهود كبيرة تبذلها السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لمواجهة إعصار ساجار الذي غير مساره باتجاه القرن الإفريقي بحسب مشاهدات بعض المراقبين لسير حركة الإعصار. مع تضرر عدد من المباني والعمارات السكنية وحركة الناس الاعتيادية وخروجهم إلى متنفسات وسواحل مدينة عدن لمشاهدة ارتفاع منسوب مياه البحر، يظل المواطن في حالة ترقب للساعات القادمة مبتهلا إلى الله أن يجنب هذه المدينة كل مكروه. لقناة عدن الفضائية والضاح الشليلي عدن.